يا أبا الحجاج، ألست تعجل بالرحيل؟ أعتقد أن علي أن أعود، فهذه الرحلة القصيرة كانت لأراكم. هل رأيت الترمذي؟ نلتقي. ما آخر ما تغارستماه من الحديث؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ويوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وآكل الربا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. سيكون مسندك رائعا يا ابن الحجاج، فأنت تهتم جدا بالإسناد. إن الإسناد شهادة الشهود العدول بأن الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يماري بعد ذلك فإنه من المنافقين. سيكون هناك منافقون ما بقيت الأرض، وسنجد أعداء للدين ما دامت الدنيا. يظل علينا أن نعطي الصحيح بشهادتنا لمن يبحث عن الصحيح. جزاك الله خيرا. ولانا يا شيخي، أستودعك الله. في أمان الله يا ابن الحجاج. السلام عليكم يا شيخنا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أول كتب المسند، كتاب الطهارة. نعم أيها السيد. لم تسقط منه ورقة واحدة، به 148 حديثة. فهي إذن 48 كتابا، منها كتابان عن الآداب وكتابان عن الأطعمة. هذا هو المسند يا فاطمة، المسند الجامع. اكتمل؟ الكمال لله وحده، أما عملنا فناقص دائما، ونعمل على تطويره، فإن هدفي من هذا المسند أن أضع بين يدي المسلم كل ما يحتاجه من أمور الدين، كيف يتطهر ويتوضأ، كيف يصلي ويصوم، كيف يزكي، إلى آخر العبادات، وأبين له أن هذا معمول به عند الشافعية أو الحنفية وغيرهم من صحيح الحديث. هل فعل البخاري ومسلم هذا؟ لقد أضفت في مسندي إضافات لم يشملها أي من المسندين الجوامع للبخاري ومسلم. قلت إنك ستكتب كتابا آخر. إن أعانني الله أكتب عن الشمائل المحمدية بعد ضبط المسند.
أليس مضبوطا؟ ما زلت أعمل فيه حتى يصل إلى الصورة التي تفيد كل باحث عن الأصول في السنة. كم أود رؤية مسلم وأبي داود. أيعود السيد للترحال بعد كل ما حدث له؟ إن شاء الله نعود بعدما ينسخ هذا المسند. وكيف تكتب؟ قد ينعم الله علينا بكاتب كما يفعل البخاري. لعل الحزن على الشاه سر ما أرى على وجه الأمير. أنا حزينة بلا شك، لكني أبحث عن نفسي. تبحثين عن نفسك يا مولاتي؟ كانت لي طموحاتي وأحلامي قبل أن يفرض علي الزواج، وقد ظللت أرجو أن أتحرر منه، فلما حدث حزنت. تغيرت يا مولاتي. لا أدري كيف، هل يمكن أن يتغير الإنسان دون أن يعرف؟ لن تستطيع إصدار أحكام صائبة قبل أن يمر الوقت وتهدأ نفسك. ربما إن الأيام تمر بالإنسان وتترك عليه بصماتها. لا شك في هذا يا مولاتي. يخطئ من يظن أنه سيظل كما هو، لن يتغير، فالتغير قدر الإنسان. أنا لن أستطيع أن أزن الأمور بموازين الصبا. وكيف نتحدث عن الصبا بعدما صرنا نساء؟ التجربة مرغوبة كانت أو مرفوضة تؤثر في النفس. الدنيا هكذا غدر وخيانة. أتتصور أن الأمير عليا زميل الدرس يقول لي أنا عطاء ابن يحيى: يا عطاء اسحب جواد أبي عيسى. وقد أسحبه أيضا. ولم لا؟ مثلك يفرح بهذا، فأنت جلف من أجلاف بادية التتار. أما أنا، من أنت؟ ها؟ ألا تعرفني؟ حقيقة أنا كنت أدرس مع أبي عيسى على نفس الشيخ، بل إني كنت أفوقه. أنا لا أصدقك. أتكذبني يا تتاري؟ لقد كنت والوزير جابر الخيام والأمير علي بن مهند معا، وكان أبو عيسى معنا. ولا أكذبك، لكن جابرا وزير وعليا أمير وأبا عيسى إمام، أما أنت فخادم. أنا لست خادما، كلكم يصر على أني خادم. أجل، الأمير والحقير، ولكني لست خادما. أتصلح لغير ذلك؟ أجل، لكنكم جميعا لا تعطونني ما أصلح له. خذه بذراعك بقوتك، إن الدنيا لا تعطي دون عمل وعرق. خذني أنا مثلا، لقد كنت فقيرا ومحتاجا ولا أصلح إلا لرعي الماعز، فلجأت لأبي عيسى. ما لي ولهذا يا أبله؟ أعلمك. وهذه أيضا من سقطات البشر. أنت يا جلف يا جاهل تعلمني؟ أنا شيء يا سيد عطاء وأقوى منك. أنت؟ أملك نفسي رغم الغضب فلا أضربك، والقوي من ملك نفسه عند الغضب. ها؟ أتحاول أن تضربني؟ لما لا؟ ما دمت تسبني. الحياة يا عطاء، الأيام تعبث بك، حتى هذا التيموجين المحشور رأسه بالقش أفضل منك. اسمع يا رجل، لقد جلست معك رأفة وشفقة، لكنك ستعلمني سوء الخلق. هكذا صرت، هكذا أصبحت، كل من حولك مستهتر بك يا عطاء، الجلف التافه لا شيء، يعطف عليك ويشفق عليك. كتاب النكاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الباب الأول في فضل التزويج والحث عليه، والكتاب الثاني في النهي عن التبتل. راجعنا هذين. والباب الثالث فيما جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. وراجعنا هذا أيضا. ها، اقرأي في الباب الرابع. ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال:
سوف أقول وراجعي، على أن تضيفي ما ينقص وتمحي ما يزيد. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ هذا من كلام العرب، ذم يراد به مدح، وتعني الدعاء للخاطب بالثراء. الباب الخامس، ما جاء في النظر إلى المخطوبة؟ حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما معنى أحرى أن يؤدم بينكما؟ أن تدوم المودة بينكما. باب ما جاء في إعلان النكاح. أخذت برواية أحمد بن منيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. وحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. استقام الأمر في بلخ، فقد وصل الأمير أسامة وسلمه أخوه الإمارة دون اعتراض. قال: كنت أجيرها نيابة عنك وحتى تصل. السؤال هو: لماذا نفى الشاه أسامة؟ مكيدة من النساء، فالنساء في قلعة بلخ لا شغل لهن إلا تدبير المؤامرات. كيف ستقابلين تولي الشاه الجديد؟ وكيف ينسى من جعلت بينه وبين أبيه سدا حتى أبعده أبوه؟ عليه أن ينسى، وإلا أثار حفيظة إخوته وأوجد بينهم العداوة والشقاق. إن في قلعة بلخ الكثير مما يتطلب حكمة الشاه الجديد وحسن تصريفه للأمور. ألا ترى أن أذهب إلى بلخ؟ لن نذهب حتى يرسل إلينا. فلندعو الله أن يوفق الأمير إلى الخير ويعينه على الوفاء بأمال الأمة. هيا سأخرج إلى الحديقة. الآن يا مولاتي؟ أنا ضيقة الصدر، قلقة، لعل نسيم الليل يعيد لنفسي صفاءها. هيا. إن كنت قد فشلت في ترمذ وبلخ أغيرك. سأنجح، سأنجح بمجرد أن ترضى الآلهة عني. لماذا لا تقدم قربانا بشريا؟ قربانا بشريا؟ أتحب أن تذبح للآلهة؟ ولم لا؟ لا بأس، لا بأس، لكن كلما كان القربان ذا شأن كلما كان القبول أكثر. أو صبية جميلة حرة تذبح وبداية السنة القمرية. كانت لنا أعيادنا واحتفالاتنا، فجاء المسلمون وعطلوها. نستطيع أن نفعل ما نريد وأن نبقي عالمنا بعيدا عن أعين المسلمين حتى نظهر. هل نظهر؟ اسمع، اسمع، سنظهر. متى؟ لا يهمني متى ولا في أي جيل، إن الوصايا والعهود مكتوبة هنا، وسيتولاها الكهنة جيلا بعد جيل حتى يحقق النصر. ولا بد وأن ننتصر. نعم لا بد، فهذا العملاق الإسلامي الذي امتد شرقا إلى سور الصين وشمالا إلى بلاد ما وراء النهرين سيحون وجيحون، وغربا
إلى حواف إفريقية الملامسة للماء كبير جدا على المسلمين. ولكن لا شك في أن قتل المتوكل بداية لأشياء وأشياء. نعم، خليفة قتل، قتله أبناء النور والظلمة خدمة لولي عهده كما اعتقد، ولكنهم قتلوه خدمة لنا نحن. سيعلو شأن الجند، سيحركون الدولة. سيصبح الخليفة دمية في أيديهم، وستتفتت الدولة، ستتحول إلى دويلات وإمارات، ويسقط العملاق الإسلامي قطعا قطعا. آه لو تقاتلت هذه الدويلات فيما بينها. هذا عملنا وهدفنا وغايتنا. إن من يريد أن يحقق أهداف جماعته عليه أن يضع قانونا ثم يلتزم به هو وجماعته حتى يحققوا ما يريدون. نحن ملتزمون، وكان آباؤكم كذلك. ولا تنسوا أن أمما مثلكم قد دخلها المسلمون يعملون مثلكم للخلاص من المسلمين. ولكننا لسنا أمة، ولكننا كهنة. أما الأمة فأصبحت مسلمة. ضعف وبخل، لقد خافوا ألا يكونوا سادة في بلادهم فدخلوا في الإسلام ليتساووا بالمسلمين ولا يدفعوا الجزية. ولكني أعدكم أنهم سوف يعودون لآلهة النور والظلمة عندما ننتصر. يا إمام، كيف ندعو للمتزوج؟ حدثنا قتيبة بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، يعني دعا له، قال: بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. ووليمة العرس. حدثنا قتيبة عن شيوخه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، أثر طيب، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا يعني أن وليمة العرس واجبة. وفي رواية أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لابد للعروس من وليمة. لا فض فوك يا شيخنا. ماذا؟ اعترف أني شيخه، اعترف. يا إمام، هل يجوز النكاح بدون ولي؟ حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يا إمام، أرسل الشاه الجديد ببلخ يريد أن ينضم أخوه إليه، وأمه رافضة، فماذا ترى؟ طالما أنه ما زال طفلا فهذا من حقها. إنه في العاشرة، ما زال طفلا، لكن إبقاءه في ترمذ سيغضب شاه بلخ وسيرى أننا نخالفه في الرأي. غدا إن شاء الله أذهب إليه. لا بأس يا أبا عيسى، لا بأس فيما تقول، إن الفتى أخي يجب أن يظل مع أمه، لكني لم أطرد أمه. فأنت تريد أن يعود؟ يجب أن أرى أخي، ويجب أن يتربى هنا في قلعة أبيه، وإن للأمراء تربية خاصة كما تعلم، ولا أريد للأمير الصغير أن ينشأ بعيدا عن إخوته. هذا رأي حسن. أبا عيسى،
أنا أعرف أنك لا تقبل الصلة ولا الهبة. أرى أني لا أستحقها. طلبة علمك يحتاجون، لذا سنعطيك من أموال الزكاة ما تعطيه لمن يحتاجه. هل استقر رأيك على من ستقدمه قرباناً لإرضاء الآلهة؟ سنرى ونبحث ونختار. أيها الوزيران الطبيبان، كيف مات أبي؟ مات مسموماً بمحلول الرصاص. لماذا لم تعالجاه؟ لا علاج لهذا السم إذا تمكن من الجسد. من سممه؟ لا أدري. ألست وزيراً قادراً على سجن قائد جند ببلخ؟ فكيف؟ كيف لا تقدر على هذا؟ لم تكن الحراسة مهمتي. وأنت؟ ولا أنا. أعتقد أننا لسنا في حاجة إليكما. يا جابر، تعال إلى ترمذ، فقد طال بعدك عنها. لا 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 لا، لن أرسل ابني إلى بلخ أبداً. إننا لا نريد شقاقاً بين ترمذ وبلخ. لماذا يأخذ ابني مني؟ إنه لا يأخذه، إنه يضم إلى إخوته ليتربى رجلاً وسط الرجال. وأخبره أبو عيسى بحقه في الاحتفاظ به، لكنه أوضح له وجهة نظره وهي مقنعة. ومن أدراني أنهم لن يقتلوا ابني؟ ليس أمراء المسلمين قتلة يا ثريا. أرسلي معه غلاماً لحراستي وآخر لخدمته. هاتوا صالحاً. أتحب أن تذهب إلى قلعتك في بلخ؟ لما لا؟ من تريد أن يصحبك من عبيدك معك؟ لا أبالي إن كان هذا أم هذا. أنا حزينة قلقة. لماذا؟ ستبتعد عني. ليست قلعة بلخ ببعيدة، لكني أريدك معي. إنك يا أمي لن تنجبي فتاة، إنك أنجبت رجلا أميرا ويجب أن يتربى كرجال الأمراء. أنت حقا أمير. استعد، سأسحبك عقبة حتى القلعة. أيبقى هناك؟ لن يبقى هناك من جنودي أحد، سيصحب ابنك هناك غلمانه وعبيده. ما زال الإمام يحدث من كتاب النكاح. حدثنا قتيبة بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. والأيم هي التي سبق لها الزواج، وهنا اتضحت أركان الزواج. لا زواج بدون ولي، ولا زواج بدون شاهدين عدول، ولا زواج إلا بإذن المتزوجة. حدثنا قتيبة عن شيوخه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. هذا الحديث يبين كيف أن الدين منع الإكراه في الزواج وغلظ هذا بالنسبة لليتيمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مرحبا يا جابر. كأنك ترى. قلبي مبصر، هداني لريحك الطيب. يا تيموجين،
نعم أيها السيد. هل أعددت الدار لصديقي؟ أجل أيها السيد. مباركة عليك إن شاء الله. أمير بلخ يعود إليها. كيف يعود إليها ونحن نحتاج إليه قربانا؟ كيف نأخذه منهم؟ كيف تبكين يا أمير؟ كيف؟ كما تبكي الأم. أنا لن أنسى مطلقا أنه أخذ مني ابني وأن أخي وافقه على ذلك. إنه رجل يا أمير، رجل ما زال طفلا، فكيف يحيا في تلك القلعة الصعبة بدون أمه وأبيه؟ فاكهة 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 أيها الجن، فاكهة أيها الجن، فاكهة فاكهة أيها الجن، فاكهة أيها الجن، انظروا فاكهة. بكم؟ الواحدة؟ السلة كلها، بل السلتان، الجند نائمون. ديناران، خذوا. هات لنا ماء نشرب أيها الرجل الطيب. على الرحب والسعة. انتظري هنا بينهم فأنت في حمايتهم، شاغليهم حتى يأكلوا بشهية. بشهية؟ كلوا كلوا هناء وشفاء، كلوا. نقترض فرسا. يعرف الناس خيل الشاه، هيا بنا. باب ما جاء في مهور النساء، وهو الباب الأول بعد العشرين من هذا الكتاب. اختلف أهل العلم في المهر، فبعضهم قال المهر ما تراضوا عليه، هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ومن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أيا من نسائه ولا زوج أيا من بناته بأكثر من 12 أوقية. أمير صالح، أيها الجن، أيها الفارس، ابحث عن الأمير من هنا بسرعة. تعال أيها الفارس،
من هنا! أسرع! تعال لا! من هنا! من هنا! أسرع! من هذا؟ إنه القربان، القربان الحي الذي سنقدمه للآلهة لترضى عنا وتوفقنا في عملنا. خططنا لخطفه واستطعنا خطفه وحمله إلى هنا دون أن يرانا أحد. من هو قربان الآلهة؟ الأمير صالح بن عمر أمير بلخ وابن الثريا بنت مهند. قربان يستحق، ولكن ألا يثير هذا البيتين الكبيرين علينا ويضعنا في موضع الخطر؟ ومن يعرف أنه هنا؟ من يدخل معبدنا؟ من يكشف أسرارنا؟ لا أدري، ولكني أعتقد أن هذا سيثير الكثير علينا. أترفضه؟ وكيف أرفض قرابين الآلهة وبخاصة الدسمة منها؟ لقد كنا نذبح الألوف للآلهة كل يوم، نرويها بالدم بعد احتفالات مهيبة، نغرق فيها الآلهة في بحار من الدم والخمر والنساء. كنا أيام العظمة والجاه، نجعل آلهتنا لا تشتهي شيئاً من شراب أو خمر أو نساء أو دم إلا نلت، ولكن المسلمين جاءوا فعطلوها ومنعونا القرابين للآلهة وحرمونا أن نذيق آلهتنا الدم البشري. إنهم يحرمون حتى الخمر ويحددون الزواج بقواعد وشروط وعدد محدد من النساء. محدد، إنهم ضد اللذة. كيف حصلتم على هذا الصبي؟ ابحثوا عن الأمير، أفيقوا أفيقوا. من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ هذا لا يجوز أيها القائد. وما الذي يجوز؟ نحضر من يقص الأسد. لماذا لم تنصحني بهذا من قبل؟ ظننت أنك تعرف ما تفعل. لا أعرف ما أفعل، هات من يقص الأسد ووجهني. أين عطاء يا تيموجين؟ لقد سبقنا للمسجد يا إمام. هيا هيا يا إمام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم يا إمام، جئت أرجو أن تشملني برعايتك. ما اسمك يا أخي؟ أبو العباس، محمد بن أحمد محبوب. هل معك ركوبة؟ فنحن في طريقنا إلى ترمذ. يمكن أن أجري أمام جوادك حتى نصل إن شاء الله. لا تحملني فوق طاقتي يا أبا العباس، إما أن تركب بعض الطريق وأنا أركب بعض، أو نسير معا. سنركب أنا وهو جوادي إن شاء الله. ارحم الحيوان يرحمك الله. يا إمام، سأركب أنا بعض الطريق ويركب هو بعضه. أنا صحيح والحمد لله، وقد أنعم الله علي بالصحة لأنفقها في سبيل هذا العلم. سيرا على بركة الله ولا تهتم بي، سوف تجداني في مسجد ترمذ إن شاء الله. لقد أفسدتموني، كنت أختم القرآن في رحلاتي أكثر من مرة، ضيعتم علي الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ ماذا تقول؟ إنهم يبحثون عنه. كيف يختفي ابني وجنده حوله؟ اهدأ يا ثريا. إنني سأجاند كل رجالي للبحث عنه، وسأرسل لبلخ أسأل عنه. من ضد ابني؟ أو ضدك؟ أو ضدي؟ من يحاول إذا أنا فيقتل ابني؟ إنه لم يقتل. كيف عرفت هذا؟ لو كان قتل لوجدناه. ألا تتركاني لأفكر قليلا؟ يا إمام، تزوجت امرأة وطلقتها ولم أدخل بها، أيحل لي الزواج بأمها؟ يا أخي، إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها جاز له الزواج بابنتها، أما إذا تزوج الابنة وطلقها قبل أن يدخل بها لا يجوز له الزواج بأمها، وذلك لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا طلق رجل امرأته ثلاثا وتزوجت ولم تدخل. إذا طلق امرأته ثلاثا وتزوجت غيره ولم يدخل بها لا تحل للزوج الأول، لا بد وأن يكون الزواج كاملا. والمحلل، والمحلل له يا إمام؟ حدثنا أبو سعيد الأشج بإسناده عن الحارث بن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ما الذي أجلسك معنا وسط الفقهاء يا وزير؟ أتريد أن تكون واحدا منا؟ ألم أكن منكم؟ ألم أبدأ خطوات الدرس معكم؟ لكنك خرجت عن الطريق إلى غيره، ذهبت إلى ما يضر الناس لا إلى ما ينفعهم. بل عملت على ما ينفع قومي، بحثت ودرست،
كيف أقوي الرجال والحصون بالسلاح لأحميها من غدر غادر أو عدوان معتدي؟ إن السلاح يحمي امرأتك وابنك ومالك من اجتياح التطار. وعدت يا إمام أن تقص لنا قصصا تبين لنا سبيل الله. أول هذه القصص قصة هؤلاء الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة. لم تكن هجرتهم هجرة متعة يشبعون فيها الشهوات ويلبون دواعي الهوى، ولم تكن هجرة لدنيا يصيبونها أو لنساء يتزوجونهن. كانت الهجرة بالدين وللدين. لقد هاجروا حتى لا يفتنهم الطغاة الظالمون. هاجروا لله وللخلق الكريم وللمثل العليا. لقد أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. في سبيل الله هاجروا. فلما سافروا إلى الحبشة أرسل الطغاة وراءهم وفدا إلى النجاشي، فيه عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وذلك لرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهم من جديد. أتذكرون مقالة عمرو بن العاص للنجاشي؟ لقد قال له: لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه ولا تعرفه، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم، فهم أبصر بهم وأعلم بما عابوا. بلاغة وحجة دامغة. أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد؟ فقال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جهالة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. لقد كان جعفر بليغا أيضا. صدقنا الرسول وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك. وبعد يا إمام، قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، ورفض أن يسلم المسلمين إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. إذن عرف النجاشي فور سماعه المبادئ الإسلامية أن هذه المبادئ حق. نعم، وهنا أقول لمن سأل عن سبيل الله: إن سبيل الله كما صوره جعفر بن أبي طالب توحيد الله وعبادته وحده وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وإقام الصلاة وأداء الزكاة والصيام والابتعاد عن الفواحش وعن قول الزور وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات. وسبيل الشيطان عكسه يا أخي، إن سبيل الله جل وعلا أن توحده ولا تشرك به شيئا، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتأخذ بمكارم الأخلاق.